أثارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر الجدل بين الجمهور بسبب جوابها على سؤال طرح عليها خلال حضور فعالية مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42 حول علاقة الممثل المصري دينا الشربيني بالفنان المصري عمرو دياب، فقالت: دينا بتستحق انه يضحي عمرو قليلا من اجله، انا اعلم صعوبة الزواج لو انه اقدم على ارتباط شرعي اي رسمي بها سيكلفه الامر نصف ثروته، وانا بعرف زوجته زينة عاشور هي سيدة عظيمة انا احترمها جدا، ولكن هذا هو القانون البريطاني. واضافت قائلة: نحن في موقف صعب، متعاطفون مع دينا، ولكن يجب أن نراعي وضع عمرو دياب أيضا، أعتقد أنهما سيجدان حلا وسط بين، والزواج العرفي ليس خطأ بل معترف به أيضا. واختتم الطبر بالقول: أدعو لهما بالتوفيق، فأنا أحب جدا قصص الحب وأتمنى ألا تنتهي هذه القصة، لأنهما جعلانا نسعد بأغنيات مثل يوم الثلاث وبرج الحوت. دينا تستحق من عمرو أنه يضحي شوية علشانها، عارفة أنه صعب جدا. يشار إلى أن دينا الشربيني تجاهلت التعليق على الأخبار اللي انتشرت بشكل لافت بالفترة الأخيرة حول انفصالها عن الفنان عمرو دياب، وأعلنت أنها بدأت عقد جلسات العمل الخاصة بمسلسل الجديد قصر النيل اللي رح تخوض فيه سباق رمضان المقبل عام 2021. وأكدت مصادر مقربة من الهضبة وقوع خلافات بينهم وبين زوجته خلال الفترة الأخيرة أدت إلى انفصال، وتركت الشربيني المنزل وانتقلت للعيش في منزل آخر بعد عدم توصل إلى حلول وسط طردهما. وترددت أقاويل عدة بالوسط الفني بأن بعض الأصدقاء يحاولون التدخل لحل هالخلافات اللي احتدمت بين النجمين بشكل مفاجئ، إلا أنه نسبة الأمل عند جمهور عمرو دياب ودينا الشربيني ما زالت عالية، فالجميع بيعتقد أنه الثنائي رح يرجع لبعضه ورح يلاقوا حل بأسرع وقت. ولا شك أنه تصريح مادلين طبر أثار ضجة واسعة بين الجمهور، إذ تم تناول هالتصريح بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ما خرجوا عن صمتهم وردوا على كل الأخبار ليوضحوا القصص بشكل رسمي.